هو ليه عرفها؟ يعني الآية بتقول إيه؟ والله يدعو إلى دار السلام. دار السلام اللي هي الجنة. يدعو حد عايز عرض بالمجاني زي بكرة؟ اللي يغتنم الفرصة. عايز أقول للناس اللي بيسمعونا، الأول عايز أشكرك، شكرا ان انت استضفتيني في المرسل، شكرا ان انت ابتديتي لوحه ان شاء الله تكون حاجه أرجو تكون عجبتك يا رب ان شاء الله جميله. ربنا يكرمك ويرضاك. فاضل اقول للناس اللي بيسمعونا، عايز اقول لهم الليله دي ليله استعداد لبكره، اعمل ايه؟ عاهد ربنا انت هتغفر لي بكره، تعتقني، تستجيب دعائي، اوعدك أبدأ معاك بداية جديدة. أنا ليا في الحج حاجتين، عهدين. يعني إيه عهدين؟ في حتتين بروحهم في الحج عمري ما حج أو أعمل عمرة اللي بعدي عليهم. أروح للحجر الأسود أعاهد عهد، وأروح عند بيت النبي أعاهد عهد. الناس عند الحجر الأسود فاكرة إن بس يلا نجري ونتخانق عشان نلمس الحجر الأسود. أنتوا فاهمين يعني إيه الحجر الأسود؟ النبي كان يفتح إيده كده ويعملها على الحجر الأسود كده، ده إيه؟ ده عهد. فما بروحش على الحجر الأسود إلا وأنا ناوي عاهد. ده مش هزار، ده مش يلا نجري نلمس. أعهدك يا رب على تقواك، أعهدك يا رب أمشي كويس، وما روحش، ما أقدرش أروح إلا ما أكون متأكد أن أنا قادر أدي العهد. مين يدي العهد؟ ده لربنا النهاردة من غيره ما يروح. وأروح آخر يوم في المدينة أقف قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقول له السلام عليك يا رسول الله، أنا على العهد يا رسول الله، وأمشي وما أقولهاش إلا آخر يوم وأنا ماشي. بقالي سنين طويلة كل ما أروح أقول العهدين دول. بقول ليه الكلام ده؟ محدش فينا رايح السنة دي، مين يعاهد؟ مين يعاهد ربنا؟ يا رب من أجل أن تقبلني بكرة، فضلك كبير قوي، والله ذو الفضل العظيم، أنا جاي بكرة يا رب صايم، وحوصي أهلي وعيلتي إن هم يصوموا عشان صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، وحنتجمع كلنا على الفطار، وحدعي يا رب وحلم ولادي وندعي مع بعض، دي ساعات إجابة، وأنا عارف إن بكرة دعائي مستجاب لأنك وعدت، وكانت ليلة القدر مش عارفها بس بكرة عرفة. أنا بعهدك يا رب أبدأ معاك من جديد، أنا بحبك يا رب، يلا أكرمتني بيوم عرفة. في النهاية عايز أسألك سؤال، يا ما سنين دعينا يا رب ارزقنا حبك، إمتى هتقول له أنا بحبك؟ يا ما قلتي أنا بحبك لناس حواليكي، إمتى هتقولي للي خلقك أنا بحبك يا رب؟ إمتى هتقولها من قلبك أنا بحبك يا رب؟ أما كلمة كبيرة بشكل، معقولة إنسان عايش في الدنيا قال أنا بحبك لمئات البشر وعمر ما قال للي خلقه أنا بحبك؟ النهاردة ليلة حب، فرحة بعطاء الله غدا، عاهد ربنا وانوي إنك هتعيش ترضيه، واسأل نفسك سؤال، هو أنا بحب ربنا ولا لا؟ عايز تحبه رضيه وعبده واذكره، هيتملي قلبك.